بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أعزائنا المشاهدين والحضور الكريم من الأئمة والعلماء، يتجدد لقاؤنا اليوم في أحد لقاءات قافلة التوعية والتنوير التي تنظمها وزارة الأوقاف بالتعاون مع جريدة عقيدتي، برعاية كريمة من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، لتبث نورها وعلمها من أحد أهم قلاع التنوير ونشر الفكر الإسلامي والإنساني المستنير، ألا وهي وزارة الأوقاف. الأعزاء المشاهدين، وزارة الأوقاف في غنى عن أن نتحدث عنها، فقد آل كل أفرادها وأعضائها على أنفسهم في حمل وتبليغ الأمانة التي أشفقت منها السماوات والأرض فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان، ليتولى علماء الأوقاف من أبناء الأزهر الشريف ودعاتها وآئمتها مسؤولية تبليغ الأمانة وتوصيل الرسالة المحمدية. وفي هذا اللقاء الطيب المبارك الذي يشرفنا فيه بالحضور وتبليغ الرسالة السادة العلماء الأفاضل الأستاذ الدكتور محمد عبد الستار الجبالي، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر الشريف، وفضيلة الأستاذ الدكتور محمد إبراهيم حامد وكيل مديرية أوقاف الشرقية. ويشرفني أن أكون موجودا معكم في وسط هذه الكوكبة وهذين النجمين في عالم الدعوة، أخوكم مصطفى ياسين مدير تحرير جريدة عقيدتي، بصحبة زميلي وأخي الأستاذ محمد الساعدي. نتحدث اليوم في هذا اللقاء الطيب في ندوة تحت عنوان إعلاء قيمة الوطن وشرف التضحية من أجله، ونبدأ في هذا اللقاء مع فضيلة الدكتور الجبالي، فليتفضل مشكورا عن وحديثه عن حماية الأوطان. تفضل دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، برعاية كريمة من معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، نتوكل على الله ونقيم هذه الندوة المباركة تحت عنوان حماية الأوطان. وبحق هذا العنوان الذي تم اختياره من قبل وزارة الأوقاف، رفع الله شأنها والقائمين عليها، عنوان موفق وجاء في الوقت المناسب تماما. إذا أردنا أن نتحدث عن الوطن ومكانة الوطن، فإنه لا يكون أمامنا إلا ما قال الله تبارك وتعالى على لسان يوسف، وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ولا شك أن السنة النبوية المشرفة جاءت وأيدت حماية الأوطان بما لا يدع مجالا للشك، عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا فضل وقيمة الأمن والأمان: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. ومن فضل الله تبارك وتعالى علينا أن أنعم علينا بنعمة الوطن، جعل لنا وطنا نعيش فيه في أمن وأمان،
واستقرار. وإذا كان هذا الوطن هو الذي يجعلنا نحس فيه بالأمن والأمان، فلا بد على كل واحد منا أن يشعر ويشعر أيضا بحب الوطن اعترافا وتكريما لوطننا العزيز مصر. وإذا كان الوطن هو مهد الإنسان، على أرضه نشأ وترعرع، فلا بد أن نعطيه حقه كما ينبغي من الحب والتقدير، وأن ندافع عنه ما أوتينا من قوة. ولقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حب الوطن في حديث يكتب بماء من نور منذ أن قاله صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. عندما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة مهاجرا بعد أن طرده أهل مكة ويعلم أنها أحب بلاد الله إليه وأنها أحب الأرض إلى الله تبارك وتعالى، أخذ يودع هذا البلد بكلام فيه تأثير عجيب. عندما يخاطب مكة وكأنها إنسان يسمع ويعقل ويجيب، الله أعلم أنك أحب أرض الله إلي وأحب الأرض إلى الله، ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت. وفي رواية ما أطيبك من بلد وأحبك إلي ولولا أن قومي أخرجوني ما سكنت غيرك. ثم أراد صلى الله عليه وسلم أيضا أن يؤصل لوطن آخر، ولكن يحتاج إلى الرعاية الإلهية لتلقي في قلبه محبة الوطن الآخر، المدينة المنورة. فيما روته أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ناجى ربه وطلب منه أن يحبب إليه المدينة كما حبب إليه مكة وأشد، وكان قدر الله مقدورا، فأحب صلى الله عليه وسلم هذا الوطن الثاني، وضرب لنا مثلا في كيف نحافظ ونحب الأوطان. حماية الأوطان ليست قاصرة على حمل السلاح والدفاع ضد المخاطر الخارجية لهذا البلد، بل تتسع لتشمل عدم السماح لأحد بالمساس أو النيل من هذا الوطن أو تخويف الآمنين منه، بل تتعدى حماية الأوطان إلى ما هو أكثر من ذلك لتشمل جوانب متعددة من خلالها
نستطيع أن نحفظ وأن نعصم وطنا آمنا مطمئنا. ولم لا؟ وقد جعل الله تبارك وتعالى في أكثر من آية حب الوطن مقرونا بحب النفس، ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. من هنا نستطيع أن نقول إذا كان حب النفس مطلب شرعي وواجب شرعي، فإن حب الوطن مطلب شرعي وواجب على كل من يعيش على هذا الوطن وينعم بأمنه واستقراره. ولذلك ولكي يتحقق حب الوطن بطريقة عملية هناك جوانب متعددة لا بد أن يعيها المواطن أيا كان هذا المواطن مسلما أو غير مسلم، فالكل في المواطنة سواء. ومن هنا نقول يجب على الجميع أن يتكاتفوا لتحقيق ما يسمى البناء الاقتصادي. فبناء الأوطان بناء اقتصاديا لا شك أنه يتطلب من ساكن الأوطان على اختلاف أطيافهم أن يتعاونوا لبناء هذا المجتمع بناء قويا سليما، ولا يكون للبناء فائدة إلا إذا تكاتفوا على العمل القوي المتقن، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. ومن ثم فعلى كل مواطن أن يسعى لبناء هذا الوطن بعمل يظل عليه حتى يوصف بأنه عاملا وأنه يتميز بالعطاء وأنه يعمر الأرض كما أمر الله تبارك وتعالى وكما أراد حتى يدركه الموت أو تأتيه الساعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن لا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. أيضا بناء وحماية الأوطان يتطلب منا أن تتضافر الجهود بالعمل وتهيئة المناخ المناسب للاستثمار، ولا يتحقق هذا المناخ الذي يتطلع إليه هذا الوطن إلا إذا منعنا كل صور للغش أو التدليس، تلك الصور التي تتنافى مع تعاليم الدين الحكيم كما تتنافى مع الوطنية التي من معانيها أن يرعى الجميع حقوق بعضهم البعض. لكي يتحقق أيضا
البناء الاقتصادي للوطن لا بد من ترشيد الإنفاق وعدم التبذير وعدم الإسراف، عملا بقول الله تبارك وتعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، وقوله تعالى في آية أخرى: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبة، فإن كان لا محالة فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. عند ذاك يتحقق البناء الاقتصادي الذي يقوم عليه هذا الوطن، وطننا العزيز. ولا نغفل أيضا في حماية هذا الوطن الحبيب لنا جميعا البناء الاجتماعي الذي يتطلب أيضا التعاون المثمر بين أفراد الشعب وأفراد الوطن، تعاونا يقوم على المحبة ويقوم على المودة، بحيث يستفيد الشباب من طاقة الشيوخ ويستفيد الشيوخ من طاقة الشباب، وكل يستخدم طاقته لخدمة البلاد والعباد. فهذه هي جانب من مقومات إقامة الأوطان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الوطن أمنا أمانا، سلما سلاما، وسائر بلاد المسلمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. بارك الله فيك. جزاك الله خيرا فضيلة الدكتور محمد عبد الستار الجبالي، واستفدنا كثيرا من كلمته العظيمة التي يمكن أن نقول أن خلاصتها هي أن حب الوطن واجب شرعي. ونكمل هذا اللقاء الطيب المبارك ونحن نتحدث عن مكانة الأوطان ووجوب الانتماء والتعلق بها والدفاع عنها، وهي الأوطان التي رفع الله سبحانه وتعالى قدرها ومكانتها فأقسم بها سبحانه وتعالى، قال: لا أقسم بهذا البلد، وإن كانت هي مكة المكرمة التي شرفت بأن كانت مهبط الوحي، فإن مصر، مصرنا التي نعتز بها جميعا، هي مكان التجلي الأعظم، حين تجلى المولى سبحانه وتعالى على جزء غال من أرضها في جبال الطور بجنوب سيناء. وقد شرفت مصرنا الغالية أيضا بتشريف عدد من الأنبياء، سواء ولدوا أو نشأوا أو تربوا أو مروا بأرضها، ابتداء من سيدنا إدريس، ثم ميلاد سيدنا موسى ونشأته، ثم مرور سيدنا عيسى وأمه الطاهرة عليهم جميعا السلام، وأيضا مرور سيدنا رسول الله في رحلة الإسراء والمعراج، وإن كان البعض لا يذكر هذا. ولكن إن إذا كنا نتحدث أعزائي الكرام عن إعلاء قيمة الوطن وشرف التضحية من أجله، فنحن في هذا الوقت نتزامن أيضا مع احتفالات مصرنا الغالية وأبطالنا البواسل من رجال الشرطة بعيدهم 69، وهم الذين ضحوا وما زالوا مع أشقائهم أبطال القوات المسلحة دفاعا عن هذا الوطن الغالي والعرض والنفس. ونشير هنا كما أشار الدكتور الجبالي إلى أن التضحية ليست بالدماء والأرواح فقط، لأننا إن كانت
حصرناها في الدماء والأرواح فنكون قد ظلمنا كلمة التضحية، لأن التضحية بمعناها الشامل والأكبر هي كل ما تقدمه لرفعة ورقي هذا الوطن. ويكفي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عودته من إحدى الغزوات قال رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، ومقصود بها الجهاد الأكبر هو جهاد النفس وأيضا بناء الوطن. وإن كنا الآن نطلق عليه يد تحمل السلاح ويد أيضا تبني وتعمر، فما نشاهده من مشاريع وإنجازات عملاقة لا تقل أهمية ومكانة للدفاع عن الوطن والمواطنين ضد مختلف التحديات، سواء كانت تحديات داخلية أو خارجية. وبفضل الله تعالى نجحت مصرنا الغالية حتى الآن في الصمود والتغلب على التحديات بما حباها الله من رجال مخلصين وشباب طموح وشعب صبور تحمل وما زال حتى يبني مصر الجديدة التي رسم صورتها قائدنا الرئيس عبد الفتاح السيسي بما يقدمه من مبادرات إنسانية وخطط ومشاريع قومية عملاقة تجسد المعنى الحقيقي للانتماء الوطني وإعلاء قيمة الوطن والمواطنين والتضحية من أجل حمايته ورفعته والارتقاء به ليعود إلى دوره ومكانته كما عرفها التاريخ، مصر أم الدنيا. والآن نكمل الحوار والحديث حول مكانة وإعلاء الوطن مع فضيلة الأستاذ الدكتور محمد حامد إبراهيم وكيل مديرية أوقاف الشرقية، فليتفضل مشكورا. شكرا أستاذ محمد إبراهيم. محمد إبراهيم محمد إبراهيم حامد. والآن مع الكلمة الطيبة المباركة مع فضيلة الدكتور محمد إبراهيم حامد وكيل مديرية أوقاف الشرقية، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يليق بجلال نور الله عز وجل، وصلى الله تعالى وسلم وبارك على نبي الهدى والرحمة البشير النذير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، أما بعد، ففي البداية يطيب لي أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لمعالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على ما بذل وما يبذل من جهود طيبة تذكر فتشكر لمعاليه في تطوير الخطاب الدعوي والنهوض بالسادة الدعاة، كما يطيب لي أن أشكر أسر التحرير جريدة عقيدتي الغراء، هذه الجريدة التي تعتبر وبحق لسانا وسطيا بين الصحف الإسلامية أو بين الصحف الدينية في مصر والعالم العربي والإسلامي. أما عن موضوع هذه الندوة فأنعم به من موضوع جاء في وقته، إذا كانت البلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال فإن الموضوع الذي نجلس معه اليوم مطابق للحال التي نعيشها، حيث أن مصر المباركة تعيش في هذه الأيام أعياد الشرطة المصرية، رجال مصر البواسل، عيون مصر الساهرة التي تسهر على حماية الوطن والتي تسهر على حماية أفراده، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يحقق فيهم ما بشر به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله عينان لا تمسهما النار، عين باتت تحرس في سبيل الله وعين بكت من خشية الله عز وجل. والأوطان لها مكانتها العظمى في الشريعة الإسلامية، فقد أولت الشريعة اهتماما بالغا بالأوطان، بل إن الشريعة الإسلامية جعلت الدفاع عن الأوطان ومحبة الأوطان أحد الكليات الست التي أوجبت الشريعة الإسلامية الدفاع عنها ومحبتها وضرورة التضحية من أجلها، ذلك لأن الإنسان بدون وطن لا يستطيع أن يقيم دين ولا يستطيع أن يؤدي أي شعيرة من شعائر الدين أيا كان الدين،
والإنسان بدون وطن لا يشعر بأمن ولا بأمان، ولا يشعر بقيمة الوطن إلا المشتت من دياره والمطرود من بلده. لذلك نجد أن الشريعة الإسلامية جعلت من ضمن العقوبات التي يعاقب بها البغاة أو الذين أجرموا في حق غيرهم، جعلت من جملة هذه العقوبات الطرد من الوطن. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فهذه عقوبة كبيرة أن يطرد الإنسان من وطنه الذي نشأ وتربى وترعرع فيه، لأنه لم يصن حرمته ولم يحافظ على جنابه ولم يحافظ على حرمة إخوانه من المواطنين. إن قيمة الأوطان قيمة عظيمة لا يشعر بها إلا النبلاء، لا يشعر بها إلا العقلاء، ولا يحسن معناها ويقيمها معنى ومبنى إلا الأصفياء. لذلك نجد أن الإسلام ونجد أن الشريعة الإسلامية أعلت من شأن الوطن وأعلت من شأن المواطنين، حتى إننا نجد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما خرج مهاجرا من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة لم ينس أبدا مكة، رغم قسوة أهلها، رغم ما فعله أهلها معه صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لما وصل إلى المدينة دعا الله عز وجل بدعاء يدل على مدى عظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما قال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة أو أشد. رغم أن الله عز وجل وضع البركة في المدينة المنورة في كل شيء فيها، حتى في التراب الذي يسير الناس عليه في المدينة، إلا أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم لم ينس أبدا مكة المكرمة، لأنها وطنه الأول الذي ولد ونشأ وترعرع فيه وبعث فيه صلى الله عليه وسلم. نجد هذه الأوطان التي أوجبت الشريعة محبتها لم توجب الشريعة مجرد المحبة الكلامية أو المحبة اللفظية، ولكن الشريعة الإسلامية تسعى إلى ما وراء ذلك، إلى ما وراء ذلك، تسعى إلى أن نطبق هذه المحبة إلى واقع ملموس، إلى واقع محسوس، إلى واقع عملي. فأعلى الإسلام شأن كل من ضحى بروحه من أجل الدفاع عن وطنه، فعده النبي صلى الله عليه وسلم من الشهداء، عد من قتل دفاعا عن وطنه شهيدا، ووعده الله عز وجل بما وعد به كافة الشهداء. فالله عز وجل أعد للشهداء في الجنة ما لا يتخيله أي إنسان، يكفيهم فخرا وشرفا، يكفي الشهداء فخرا وشرفا أن مقامهم يأتي في القمة بعد مقام النبوة والرسالة، وأنهم أهل الاصطفاء ويتخذ منكم شهداء، وأنهم أصحاب الصفقة الرابحة، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. بل إننا نجد الآيات التي نزلت في شأن البشارة بما أعده الله عز وجل للمجاهدين في سبيله وللشهداء نزلت في عبد الله بن حرام رضي الله عنه حينما نال الشهادة دفاعا عن وطنه المدينة المنورة في غزوة أحد، حينما لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولده سيدنا جابرا رضي الله عنه وجده مهموما فسأله عن سبب همه، فقال جابر بن عبد الله: إن أبي قد مات يا رسول الله يوم أحد وترك لي إخوة من البنات. قال: أفلا أبشرك يا جابر؟ قال: بلى يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: يا جابر، إن الله لم يكلم أحدا إلا من وراء حجاب، إلا أباك يا آدم، إلا أباك يا جابر. قال له عبدي: تمن علي. فقال عبد الله بن حرام:
أتمنى أن أعود إلى الدنيا فأحيا فأقاتل في سبيلك فأقتل. فقال الله عز وجل: سبق القول مني أنهم إليها لا يرجعون، ولكني سأخبر من خلفك. ونزل قول الله عز وجل: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ونزل قول الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. حتى إننا نحسب هؤلاء من ضحوا بأرواحهم موتى، نهانا الله عز وجل أن نعتقد أنهم موتى، بل نهانا أن نتلفظ وأن نصفهم بأنهم موتى كسائر الموتى، لما بذلوه من تضحيات ولما بذلوه من نفس ونفيس من أجل الدفاع عن أوطانهم. نجد أيضا أن الدفاع عن الوطن ليس بالقتال في سبيله أو بالدفاع عنه أو بغير ذلك، ولكن أيضا التضحيات المطلوبة من المواطنين تجاه وطنهم أن يحسنوا العمل، أن يتقنوا العمل كل في مجاله، الداعية على منبره والطبيب في عمله والمهندس كذلك في عمله، كل إنسان لا بد وأن يحسن العمل المكلف به. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: أمرنا بأن الله عز وجل يحب إتقان الصنعة، فقال: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. ليس المهم أن تعمل، ولكن المهم أن تحسن العمل، لأن الناقد بصير، لأنك تبني بلدك، لأنك تعمر هذا الوطن. وأنعم به من وطن، وطننا مصر، هذه البلد المباركة التي تجلى فيها ربنا عز وجل على نبيه موسى عليه السلام، التي أقسم الله عز وجل بها في القرآن الكريم: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. هذه البلد التي وصفها ربنا عز وجل بما وصف به حرمه الآمن، فحينما قال ربنا تبارك وتعالى: من دخله كان آمنا، ويقصد به مكة المكرمة أو المسجد الحرام، وصف هذا الوصف أيضا لمصرنا العظيمة على لسان الكريم ابن الأكرمين يوسف الصديق عليه وعلى نبينا وعلى آبائه وأجداده الصلاة والسلام، فقال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. إننا حينما نتكلم عن وطننا مصر نتكلم بثقة واعتزاز وتقدير لهذا الوطن العظيم الذي جعله ربنا تبارك وتعالى منارا للهدى، الذي جعله ربنا عز وجل سببا لهداية الكثير من خلق الله عز وجل، الذي جعله ربنا تبارك وتعالى قبلة للعلم والعلماء. إن مصر تستحق منا أن نضحي بأغلى ما نملك للدفاع عنها وللزود عنها، وخاصة من أصحاب التيارات المتطرفة الذين يتاجرون بدين الله ودين الله منهم براء، لا يعرفون قيمة الوطن ولا يعرفون قدر الوطن، ولكنهم اتبعوا كل ناعق واتبعوا كل سفيه، وأضلوا عن الطريق المستقيم وأضلوا غيرهم عن طريق الحق. نسأل الله تبارك وتعالى أن يديم على مصرنا نعمة الأمن والأمان، ونعمة السلم والسلام، ونعمة الاستقرار، ونعمة الرخاء، في ظل القيادة الحكيمة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حفظه الله ورعاه، وفي ظل كل شريف يحب وطنه عليه أن يساعد في الارتقاء بالوطن، حتى تكون مصرنا في المقدمة دائما وأبدا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيد الخلق وحبيب الحق نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما أعظمه وأفضله من ختام في هذه الليلة وهذا اللقاء الطيب، قول الله سبحانه وتعالى: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، كما ختم فضيلة الدكتور محمد إبراهيم حامد. وأعزائي، في ختام لقائنا الطيب المبارك هذا لا يسعني إلا أن أشيد بتفاعل معالي وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، وحسه الوطني الكبير واستجابته السريعة
لتطبيق وتنفيذ المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي والمتعلقة بشأن تطوير والارتقاء بقرى الريف المصري، حيث اتخذ الدكتور محمد مختار جمعة قرارا وتوجيها لجميع أعضاء الوزارة بفرش وإحلال وتجديد المساجد الموجودة في تلك القرى المستهدفة من التطوير. وهذا إن دل فإنما يدل على الحس الوطني والاستجابة السريعة حتى يقدم القدوة الطيبة لباقي الوزارات والمؤسسات والهيئات للتنسيق فيما بينها والإسراع لتحقيق المبادرة الرئاسية على أرض قرانا وريفنا العزيز. وفي النهاية لا يسعني إلا أن أكرر شكري لفضيلة العلماء الأفاضل الذين شرفونا، فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد الستار الجبالي أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، فضيلة الأستاذ الدكتور محمد إبراهيم حامد وكيل مديرية أوقاف الشرقية، وأخي وصديقي الشيخ محمد السعاتي. وإن شاء الله نلتقي دائما على الخير في مثل هذه الندوات التوعوية، وإن كانت اليوم هي عبر شبكة الإنترنت مؤقتا للظروف التي نمر بها وجائحة كورونا. إن شاء الله ندعو الله أن تزول هذه وأن نلتقي بكم مباشرة وجها لوجه. وخالص تحياتي مصطفى ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرفتونا جزاكم الله.